فتحت سفارة الجمهورية التونسية الشقيقة لليوم الثاني على التوالي صناديق الاقتراع للجالية التونسية في مملكة البحرين للإدلاء بأصواتهم لاختيار مرشح واحد ضمن قائمة ضمت 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. تفاصيل أوفى مع الزميل يحيى العمري. لليوم الثاني على التوالي تفتح السفارة التونسية أبوابها أمام الجالية التونسية في مملكة البحرين للإدلاء بأصواتهم واختيار مترشح واحد ضمن 26 في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها بمشاركة شعبية واسعة نظرا لما يمثله نجاح هذه الانتخابات من نقطة فارقة لمستقبل الشعب التونسي الشقيق في مسيرته الديمقراطية الحافلة. هي محطة من محطات التاريخية في مسار الديمقراطية في تونس. هذه الانتخابات الرئاسية المباشرة الثانية بعد انتخابات 2014، طبعا هي انتخابات سابقة لأوانها شوي بحكم وفاة المرحوم بإذن الله رئيس الجمهورية السابق. هي محطة جديدة تكرس هذا النفس الديمقراطي، المجال يفتح للمواطن التونسي أساس أنه يختار بين مجموعة من المترشحين، وما شاء الله العدد كان كبير في هذه الانتخابات. هذا يتيح الاختيار، والصناديق هي التي ستفرز النتائج إن شاء الله. سعيدة جدا بالمشاركة والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي. سعيدة أني نثبت أني أنا تونسية، يعني هوية. أدعو كل التونسيين سواء في الداخل أو في الخارج أن يساهموا في هذا العرس الانتخابي، وكل له رأيه وله اختياره، فقط نختار الأفضل اللي يتمتع بالوطنية الحقيقية والشفافية وحب الوطن وحب الشعب التونسي، لأن يخدم الشعب التونسي ولا يخدم نفسه. الجالية التونسية في مملكة البحرين أكدت اهتمامها الواسع بالمشاركة في هذه الانتخابات من خلال حضورها إلى مقر السفارة مباشرة المواطن التونسي حقه الدستوري في اختيار رئيس بلاده الجديد وفق معايير دقيقة تفاوتت بين ناخب لآخر وفق جمل من التطلعات والآمال والطموحات الواعية. إن شاء الله نتوفق يعني في إيجاد الشخصية الوطنية التي تمثل تونس أحسن تمثيل في إطار صلاحيات المنوطة برئيس الجمهورية، وأساسا العلاقات الخارجية والأمن القومي، وهذا موضوع مهم يشغل بال كل التونسيين. أنا فخور اليوم أني أقوم بواجبي في الاقتراع في الانتخابات الرئاسية سابق الأوانها، وأتصور أن كل الشعب التونسي فخور بهذه التجربة الرائدة التي تعيد السيادة للشعب في اختيار من يحكمه. اللجنة المنظمة للانتخابات في مقرها بالسفارة أشرفت على سير العملية الانتخابية وفق أعلى المعايير التي تضمن كافة حقوق الناخب وحريته في اختياره المباشر خلال 3 أيام، وضمان نقل صناديق الاقتراع بكل مهنية وحياد ونزاهة. الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها علامة تاريخية فارقة في المسيرة الديمقراطية للشعب التونسي الشقيق، تؤكدها المشاركة الشعبية الواسعة في الداخل وفي الخارج، وكذلك تجسدها المشاركة الفاعلة من الجالية التونسية هنا في مملكة البحرين من خلال مشاركتها في مقر السفارة في المنامة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.